ينطلق الآن سيداتي وسادتي متابعينا الأعزاء مشاهدينا الكرام الشوط الأول من هذه الأمسية السباق التاسع على كأس الوكرة. أول أشواط شوط الخيل المهجنة الأصيلة الإنتاج المحلي بانطلاقة ثمام من الجاد المهجنة الأصيلة في مسافة 1400 متر. الصدارة والمركز الأول مع الصبا لحمد بن علي العطية، على المركز الأول مع ياسر رجب. المركز الثاني يبدو لي أنه كتارة على ثاني المراكز. المركز الثالث الشعار الرصاصي ترياق لعادل علي المسلماني على المركز الثالث. رابع المراكز شعار السيد حسن عبد الملك والجواد سكاي مترو. المركز الخامس النايف كانتليت. عودة إلى الصدارة وعودة إلى المركز الأول. الصدارة تزال مع ياسر رجب والجواد الصبا لحمد بن علي العطية على المركز الأول. المركز الثاني لتعقب، يبدو لأنه تعقب للمهندس صافي راشد الأرضي المري أو كتارة على ثاني المراكز. المركز الثالث مع ترياق والخط المستقيم الآن باتجاه خط النهاية. الصدارة مع ياسر رجب والجواد الصبا بالمركز الأول، وفي الصدارة ياسر رجب والجواد الصبا. الصبا لحمد بن علي العطية، المحاولة القوية مع كتارة. كتارة الآن على المركز الثاني بمحاولة قوية، وترياق أيضا الصدارة مع الصبا. تراجع للصبا المركز الأول، والصدارة أيضا مع افتتاحية أول الأشواط للجواد كتارة لعبد الله سلطان الجابر. متابعينا الأعزاء مشاهدينا، إذن متابعينا الأعزاء مشاهدينا الكرام من تجاء النهاية في هذا الشوط الأول. المركز الأول لكتارة لعبد الله سلطان الجابر، المركز الثاني للصبا لحمد بن علي العطية. ثالث المراكز ذهب من نصيب الجواد ترياق لعلي عادل علي عادل علي المسلماني. المركز الرابع لسكاي مترو لحسن علي عبد الملك. المركز الخامس لهدير لاستاذة أم قرن. تهانينا وألف مبروك.